إذا السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. إذا مشاهدينا هنا من أمام أكبر المناطق من مدينة الدار البيضاء، استعدادات فريق مولودية الجزائر لمنافسة فريق الوداد البيضاوي في منافسة دوري أبطال إفريقيا. استعدادات في هذه اللحظات والفريق الجزائري كيستعد باش يتجه إلى مركب محمد الخامس لمواجهة فريق الوداد البيضاوي. احنا بدورنا كنتمناو كل التوفيق لفريق الوداد البيضاوي في المنافسه ديالو في تشامبيونز ليغ الافريقي. فريق الوداد البيضاوي اللي عندنا بعد المغاربه الست سنوات الاخيره دائما كيتوجد تتواجد دائما في الادوار المتقدمه من هذه البطوله. هذا ما عهدنا على فريق الوداد البيضاوي، وكذلك كنتمناو كل التوفيق لفريق الوداد البيضاوي في هذه المنافسة، بما انه الفريق المغربي او الممثل الفريق المغربي الوحيد في هذه المنافسة تشامبيونز ليغ. كل التوفيق لفريق الوداد البيضاوي لمغرمه الجزائري. يعني لحظات قليلة يعني استعدادات فريق الجزائر للخروج إلى الحافلة والتوجه صوب مركب محمد الخامس لملاقاة فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي الذي يعد من كبار الفرق المغربية وكذلك في القارة الإفريقية، لأن السنوات الأخيرة عهدنا فريق الوداد البيضاوي مرشح بقوة لهذا لفوز بهذا اللقب. كل التوفيق لممثل الوحيد البطولة المغربية الوداد البيضاوي في ملاقاة فريق مولودية الجزائر. هذه مشاهدينا حافلة الوداد البيضاوي التي ستقل فريق مولودية الجزائر إلى مركب محمد الخامس. بالتوفيق، كل التوفيق لفريق الوداد البيضاوي. نتمنى كل يعني الحظوظ الوافرة، وكذلك فالوداد البيضاوي لديه فرصة كبيرة للتأهل للتركيبة البشرية اللي عنده كذلك المدرب المحنك فوزي البنزرتي. تمنيت لنا التفوق، فكما قلنا مشاهدينا ففريق الوداد البيضاوي لديه فرصة كبيرة إن شاء الله باش يتأهل مقابلة النصف النهائي. احنا دائما من أمام أحد الفنادق الكبيرة بمدينة الدار البيضاء، كناخذوا اللحظات القليلة قبل مغادرة هذا الفندق توجها الى مركب محمد الخامس لملاقاة فريق الوداد البيضاوي. مشاهدينا نتمنى الفوز، كل الفوز لفريق الوداد البيضاوي. هذا مشاهدينا كما قلنا حافلة فريق الوداد اللي خصصها الفريق لنقل فريق مولودية الجزائر. فريق مولودية الجزائر لقى استقبال جميل من عند مسيري فريق الوداد، كذلك من المواطنين المغاربة، لأننا كنبقاو إخوة في الأخير. كما كنلاحظوا مشاهدينا في الطاقم التقني للفريق، كذلك مسؤولي، نتمنوا إن شاء الله تكون الفرجة والروح الرياضية تهم في هذه المقابلة. مشاهدينا الآن صعود اللاعبين إلى الحافلة تدريجيا.
بالبوحة إن شاء الله. هذه هي الدعوة ديال المتتبعين المغاربة، فاحنا كاملين وراء فريق الوداد الممثل الوحيد للبطولة الوطنية في مسابقات شامبيونز ليغ، فريق الوداد البيضاوي اللي عندنا دائما في المراتب الأخيرة وينافس على هذه البطولة في السنوات الستة الأخيرة. كل التوفيق لممثل الوداد البيضاوي ممثل البطولة الوطنية. شكرا. إذن استعداد فريق لاعبي فهاد أثناء مشاهدينا في اللاعبين كيساعدوا الحافلة المخصصة اللي خصصها اليوم فريق الوداد البيضاوي لنقل الفريق مولودية الجزائر إلى مركب محمد الخامس. كما قلنا مشاهدينا كل التوفيق لممثل البطولة المغربية فريق الوداد البيضاوي والمنافسة ديالهم. مقابلة للتذكير مشاهدينا فغتبدا مع التوقيت المغربي من 5 العشية إن شاء الله. 5 العشية هذا هو توقيت مقابلة فريق الوداد البيضاوي ومنافسيه في هذه البطولة فريق مولودية الجزائر. كل التوفيق. معروفة تبارك الله ياك بجد سرعة انترناسيونال نتمنى كل التوفيق مشاهدينا فريق الوداد البيضاوي في هذه المنافسة استعداد الفريق وصعود للحافلة فريق مولودية صعود اللاعبين الى الحافلة اللي خصصها لهم فريق الوداد البيضاوي. صعود مدرب الفريق مولودية الجزائر. الماتش مع الخمسة اللي كيسول على الماتش في الماتش مع الخمسة مشاهدينا في التوقيت المغربي إن شاء الله.
وكل التوفيق الى فريق الوداد البيضاوي. نقول هنا مع فريق الوداد بمعنى الممثل الوحيد في هذه البطوله المغرب، ممثل المغرب الوحيد في الشامبيونز ليغ. صعود تقريبا جملة اللاعبين الى الحافله، كما كتشوفوا مؤازره من الجمهور كذلك الجزائري هنا في الفندق، مؤازره فريق ولوديه الجزائر. هناك كمغاربه نتمنوا كل التوفيق الى فريق الوداد البيضاوي ممثل البطوله الوطنيه في منافسات الشامبيونز ليغ. صعود تقريبا معظم اللاعبين الى الحافله في انتظار انطلاقه الحافله الى مركب محمد بن الحارث لمواجهه فريق الوداد البيضاوي ممثل المغرب في هذه البطوله، بطوله الشامبيونز ليغ الافريقيه. كنتمنى كل التوفيق لفريق الوداد البيضاوي. Thank you.
تيسرنا وقت المقابلة، فكما قلنا مشاهدينا مع الخمسة ديال العشية إن شاء الله. مغاربه وديما وداد ان شاء الله في هذه اللحظات، لان فريق الوداد الغداوي هو الممثل الوحيد في البطوله ان شاء الله. إذا مشاهدينا دقائق قليلة وغنطلق تنطلق الحافلة إلى مركب محمد الخامس مصحوبة بتعزيزات أمنية. شكر جزيل لرجال الأمن اللي كيسهروا على سلامة المواطنين الجزائريين وكذلك تسهيل الطريق إلى مركب محمد الخامس. كل التوفيق لممثل البطولة الوطنية فريق الوداد البيضاوي في هذه المنافسة إن شاء الله. نتمنى الفوز لفريق الوداد البيضاوي. إذا مشاهدينا غادي إن شاء الله غادي نتفالق you.
إذن مشاهدينا، حافلة الفريق اللي غتخلو المولودية ديال الجزائر غتخلو إلى مركب محمد الخامس مصحوبة بطاقم الفريق. مشاهدينا، في هذا الأثناء حافلة المخصصة لفريق المولودية الجزائر تصل إلى مركب محمد الخامس هنا مشاهدينا. إذن مشاهدينا، وصول فريق حافلة فريق الوداد التي ستقل هي في الأصح فريق الوداد البيضاوي ستقل فريق مولودية الجزائر إلى مركب محمد الخامس لمواجهة فريق الوداد البيضاوي. تمنياتنا كبيرة لفريق الوداد البيضاوي في هذه المناسبة إن شاء الله. كما قلنا مشاهدينا، ففريق البيضاوي تقريبا اكثر من السنوات وهو ينافس على هذا اللقب، دائما متواجد في
المراتب المتقدمة في النهائيات في الأدوار المتقدمة من هذه البطولة، البطولة المحبوبة لفريق الوداد البيضاوي. إذا المشاهدين كنتمناو كل الحظوظ لفريق الوداد البيضاوي، كنتمناو الفوز له في هذه البطولة. إذا مشاهدينا شكرا لكم على التتبع في بث آخر، إن شاء الله إلى اللقاء.